السلام عليكم ورحمة الله. فاسيلياس لوماتشينكو، أستاذ الملاكمة أو مروج الثيران. بدأ مسيرته القتالية في سن مبكرة وخاض نزالات عديدة في الهواة وفاز بعدة بطولات، وأيضا فاز مرتان بالبطولة الأولمبية. وبدأ مسيرته الاحترافية سنة 2013، وكان هذا النزال على الحزام العالمي WBO، وأنهى خصمه الجوزي في الجولة الرابعة بالضربة القاضية. وبعدها تلقى الهزيمة الأولى بالنقاط ضد خصمه صاليدو وخسر حزامه. وفي نفس السنة استعاد حزامه وسحق خصومه بالضربات القاضية. وفي سنة 2016 رفع وزنه للوزن الخفيف وقاتل خصمه رومان وأنهاه بالضربة القاضية في الجولة الخامسة. وبعدها أنهى جميع خصومه بالضربات القاضية دفاعا على حزامه WBO. وبعد هذا الأداء الذي قدمه لوماتشينكو، تقرر موعد نزاله ضد البطل العالمي جورج ليناريس على حزام WBA الممتاز والبطولة العالمية. وفي هذا النزال أعطى لوماتشينكو لجورج درسا لن ينساه في حياته. وبعد 10 جولات من اللعب على الزوايا وطحن الخواطر، لوماتشينكو أرسل لكمة مدمرة كانت بمثابة رصاصة الرحمة لجورج ليناريس. توج لوماتشينكو بطل للعالم وحامل لحزام WBA الممتاز، وفي نفس السنة نزع حزام WBO من جوزي بيدرازا. ودفاعا على أحزمته سحق كورولا بالضربة القاضية. وبعدها نزع حزام WBC من لوكي كامبل. وفي سنة 2020 تواجه لوماتشينكو ضد الوحش لوبيز. وبعد 12 جولة رهيبة تعرض لوماتشينكو لخيبة أمل وخسر كل ألقابه، ليعود سنة 2021 ويسحق نكاطاني بالضربة القاضية. وبعدها تواجه مع ريتشارد على حزام WBO. وكان بإمكانه أن ينهي النزال بالضربة القاضية، لكن عاطفة لوماتشينكو تغلبت عليه وأكمل النزال مع ريتشارد. وفي سنة 2022 تواجه ضد أورتيز وفاز بالنقاط.
ومنح ديفن هيني لوماتشينكو فرصة لينازله على جميع الألقاب والبطولة العالمية.